الأمر الثاني أنني سئلت كثيرا وهو موجود كثيرا من أنهم قالوا احذر من أن تبكي وأن تدمع عين المرأة. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دمعت عين أنثى لعنت الملائكة الرجل في كل خطوة يخطوها. قالوا فما ظنكم بالأم؟ لا شك أن للأم قدرا ومكانة، وكذلك للمرأة سواء كانت زوجة أو أختا أو أما لها قدر ومكانة، لكن هذا بحثت بحثا عميقا ولم أجد له أصلا في كتب السنة، وجدته في بعض منتديات الرافضة. فليحذر المسلم، نبه الناس في الأحاديث الصحيحة الثابتة، وإلا فلست ملزما، لست ملزما بأن تكتب من أن هناك حديثة أو أنك تنقل أي حديث، لست بملزم، ابقى على ما أنت عليه. يا أخي لا تدخل نفسك في أمور لا تعرفها. نحن لم نتحدث عن الاغتسال بين الأذانين فيما مضى من سنوات، ولم نتحدث عن أشياء كثيرة ولدينا اطلاع بها، لأن الناس لم يحتاجوا إليها ولم تكثر الأسئلة. لكن لما كثرت الأسئلة واحتاج الناس كان من المتعين أن نبين، لكن ليس كل ما تطلع عليه، وأحيانا اطلاع هو من اختلاق أهل البدع، ونحن نروج ونسوق لهذه الأشياء. إذن لست بملزم، ابق على ما أنت عليه. إن أتتك الأحاديث الصحيحة فخذ بها من الكتب الموثوقة ومن العلماء الموثوقين، وليس من كل شخص، لأن الآن كل شخص يدعي أنه عالم وأنه طالب علم. فاحرص بارك الله فيك حتى لا تجني على دينك، وحتى لا تجني على دين إخوانك المسلمين. فلربما تعبدوا الله بحديث مختلق فتبوء بالإثم طيلة ما تفعل تلك البدعة التي ابتدعتها أنت أو سوقت لها عن طريق جوالك أو جهازك.